رايك ما حدش امبارح رابي موسين على ميش مانوا مفا نوي لينو صافت يومي أشيلي من شعر الطائفة السامرية هي جزء من بني إسرائيل بصفتنا من سلالة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام نؤمن بالتوراة ونبينا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قبلتنا وجبلنا المقدس هو جبل جريزيم كتابنا المقدس توراة سيدنا موسى بيميزنا عن اليهود انه احنا ايماننا بجبل جرزيم فيما اليهود ايمانهم في القدس كتابنا المقدس هو التوراة فقط وكتاب اليهود هو التناخ اللي هو توراة انبياء ورسل بنحافظ على الطهارة صلاتنا سجود وركوع حسب العقيدة السامرية هون كان سيدنا إبراهيم قام بأضحيته لما أمر الرب سبحانه وتعالى بذبح ابنه إسحاق وفدى بالذبيحة الأيل على قمة جبل جرزيم وبعدها سيدنا يعقوب عرج على جبل جرزيم وأسماه ببيت الله ومن هون قدسية جبل جرزيم كما أنه الشريعة المقدسة التوراة أمرتنا ببناء المذبح والاثنى عشر حجر المكتوب عليها ألواح الجوهر على قمة جبل جرزيم عيد العرش هو بيمثل فرحة بني إسرائيل من خروجهم من العبودية من سيناء بسيناء في صحراء سيناء حيث خرجوا من عبودية الفراعنة في مصر وأقاموا معرشات والمعرشات زينوها بالفاكهة ومن هون احنا بهذه المناسبة منقيم معرشات في منازلنا مكونة من سعاف النخل وعروق الشجر والقصب بالإضافة إلى الثمار البهية مثل الحمضيات والرمان ومنزين فيها بيوتها قدوة في بني إسرائيل اللي خرجوا من مصر وعملوا معرشات ولفرحتهم بالفاكهة اللي ما ملكوها قبلها لأنهم كانوا عبيد زينوا فيها بيوتهم الله